السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخوتي الأعزاء، مرحبا بكم يا أصحاب القلوب الطيبة، مرحبا بكم يا أصحاب الأرواح الهائمة، مرحبا بكم يا أصحاب الأحلام الجميلة، مرحبا بكم يا من ناجيتم الرحمن تبارك وتعالى في شدائدكم، مرحبا بكم يا من ذكرتم الله تبارك وتعالى فاطمأنت قلوبكم، مرحبا بكم يا من تمنيتم الخير للناس، مرحبا بكم يا من تمنيتم الخير للأوطان، مرحبا بكم يا من كنتم سلام على الناس، مرحبا بكم يا من كنتم سلام على المجتمع، مرحبا بكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إني أسألك وأنت في عليائك وكبريائك أن تشرح صدورنا وتبارك لنا في أعمارنا وفي أفكارنا وفي أهدافنا وفي بلادنا وفي مجتمعاتنا وفي أسرنا وفي رجالنا وفي نسائنا وفي أولادنا يا رب العالمين. مرحبا بكم على بساط المعرفة، نجلس على بساط المعرفة نجلس. كان أحد الصالحين يقول: أجلس على بساط الضعف وأقول يا الله يا قوي من للضعيف سواك، وأجلس على بساط العلم وأقول يا عليم من للجاهل سواك، وأجلس على بساط الفقر وأقول يا الله يا غني من للفقير سواك. أنس، حالة من الأنس، حال من الذوق الرفيع مع الله تبارك وتعالى. وأصلي وأسلم وأبارك على حبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هو دعوة الخليل وقرة عين إسماعيل وبشرى بن البتول، بعث والعقول ظلام فأفاق الناس بعد ذهول، قالت الأعراب والكهان بالظن فإذا هو بالوحي يقول، رسم الطريق إلى الهدى ولولا هديه ما صح للعبد وصول. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ما أروع أن تكون خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أقواله وأفعاله وأفكاره وحياته وسلوكياته بفهم النبي نفسه، مش بفهمك أنت، إنما بفهم النبي نفسه. النبي الذي قال يعني حرمت امرأة أن تدخل الجنة لأنها يعني قتلت القطة، وبسبب قتلها للقطة دخلت النار، فما بالك باللي بيقتل الإنسان النهاردة وبيتعدى على الإنسان وبيجيب سكينة كده وإيه ومحدش ياخدها مني ومحدش إيه يا ابني ده. دي بقى اسمها الثقافة المشوهة، اسمها الثقافة الإيه؟ الثقافة المشوهة والعلوم المشوهة، العلوم التي تؤدي بالإنسان إلى أن يقتل أخو الإنسان فهذا علم مشوه، المعرفة التي تؤدي بي إلى أنني أأذي الآخرين فهذه معلومات مشوهة، الدراما والسينما التي تؤدي بنا إلى أن نقتل الناس ونذبح الناس ونبيع المخدرات وندمر مجتمعاتنا ونطلق نسائنا وندمر مجتمعنا، هذه فنون مشوهة لا تبني مجتمعات ولا تبني أمم ولا تحافظ على دول، إنما تكون سبب في الانهيار. ولذلك أنا بكون سعيد جدا جدا يعني من أولادنا في صندوق معالجة الإدمان بالتضامن الاجتماعي في ان هم حارسين جدا كده ورصدين الافلام الاخيره في السنين الاخيره، رصدين الافلام اللي هي كانت بتعلم الناس المخدرات، بتعلم الناس شرب الحشيش، بتعلم الناس كذا، بتعلم، فيرصدوا المشاهد ويروحوا يقدموا بيها الحقيقه للمختصين ان هذه الافلام ستؤدي بالمجتمع الى كذا، سيزيد الادمان، سيزيد التدخين، سيزيد كذا كذا كذا. فانا بشكر هؤلاء اليقظين على الحفاظ على هذا الانسان وهذا الوطن، بحيث ان احنا نبني الاجيال على الوعي، على الفهم، على الادراك الجميل. طيب النهارده احنا ايضا نقول في هذه الحلقه، انت اجمل حاجه فيك ايه؟ انت كرجل ايه اجمل حاجه فيك في بيتك؟ هل انت تعيش بقوانين الجمال في البيت خلف النبي صلى الله عليه واله وسلم العدنان صلى الله عليه واله وسلم؟ النبي كان رقيق القلب، كان رقيق القلب صلى الله عليه وسلم، كان عذب اللسان صلى الله عليه وآله وسلم، وكان حيي، كان عنده حياء صلى الله عليه وآله وسلم. دي صفات النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللي احنا مكتوبين فيها في البطاقة. مسلم، فيجب أنا حينما أكون مسلم يكون عندي قوانين الجمال في الحياة. مسلم، من قوانين الجمال أن أكون صادق. مسلم، من قوانين جمال الإسلام أن أكون وفي. مسلم، من قوانين جمال الإسلام أن أكون معطاء. مسلم، من قوانين جمال الإسلام أن أكون مخلص.
مسلم من قوانين جمال الإسلام أن أكون مفكر جيد وأتأمل هذه الحياة. مسلم من قوانين الجمال في الإسلام أن أحافظ على وطني. مسلم من قوانين الجمال والإسلام في الإسلام أن أكون مصدر للأمن والأمان في الحياة، الأمن القولي وأمن المعلومات، أمن اللفظ، أمن الكلمة، أمن الدعوة، أمن قيادة السيارة، أمن رؤيتي للدراما، أمن الهدف، أمن نقل المعلومات. لا يعني إيه؟ واحد أفتى بقتل الناس ربنا يرحمه، وبعد ما أفتى والله أنا سمعت كده وأقسم بالله في الخط يقول أنا لو كنت عارف إن ده هيحصل أنا ما كنتش، بعد ما مات مثلا ملايين من البشر، مئات الألوف من البشر يعني، خدت بقى. فكلمة أمن هنا أعنيها وأنا أتكلم أشوف هل هذه الكلمة ستكون مصدر للأمن والأمان في الحياة. أنا مأمور بكده، أنا كمسلم مأمور بكده، أن أقول الكلمات التي تؤمن الحياة، تؤمن الفكرة، تؤمن العلاقات الزوجية الناجحة، تؤمن الحياة بين الأخ وأخيه والابن وأمي وأبيه، تؤمن هذه الحياة. أنا مسلم، انا ده المطلوب مني، انا مش مطلوب مني ان انا اطلع احرض الناس على الناس ويكون لي دور في تدمير الامم والمجتمعات وبتاع، حتى يقول عني بعض المرضى النفسيين ممكن يطلعوا بعد كده يقول لك الله اكبر ارايتمه يقول كلمه الحق وانا باطل. ولذلك كان زمان كان في نصيحه، احترس ان ترى قاضي، احترس ان تكون قاضي يحكم بالظلم حتى يشتهر بين الناس بالعدل. احترس أن تكون قاضيا يحكم بالظلم حتى يشتهر عند الناس بالعدل، يعني يقف أمامه رجل مهم جدا جدا في الحياة، وإذا حكم بالعدل الرجل هيطلع بريء، فيخاف هذا القاضي مثلا ويقول لك لا أصل المجتمع مش هيسيبوني، أصل الصحافة هتقول، أصل أنا لازم أحكم عليه بأي حاجة عشان أسكت المقية، فيظلم عشان حتى يشتهر بالعدل. هذا القول له مثلا حوالي 1000 سنة، القول اللي أنا بقوله ده مش جديد، له 1000 سنة. احترس أن تكون قاضيا يحكم بالظلم حتى تشتهر بين الناس بالعدل، ويقول أرأيتم أنه لم يهاب أنه يحكم على رجل أعمال ولكنه حكم، وهو عارف أن الرجل مظلوم والورق كله بيقول أن الرجل مظلوم. فشفنا ده كتير، والحياة يعني الحياة ورتنا حاجات كده يعني غريبة في الأمور، خدت بال حضراتكم. فلما منهم القاضي اللي كان بيحاكم حبيب قلبي اللي وقف أمام الدولة المجوسية الفارسية، ورغم ذلك تحالفت عليه الشياطين الأرض. المهم نرجع بقى، أنت أجمل حاجة فيك إيه؟ هل أنت أجمل حاجة فيك غض بصرك؟ هل أنت أجمل حاجة فيك طهارة قلبك؟ هل أنت أجمل حاجة فيك لسانك الذاكر؟ هل أنت أجمل حاجة فيك فكرك الجميلة الذي يتأمل هذه الحياة بأفكار جميلة ونشر الخير بين الناس؟ أنت أجمل حاجة فيك إيه؟ إيه أجمل حاجة في روحك؟ وإيه أجمل حاجة في نفسك؟ إيه أجمل حاجة في شكلك؟ وأجمل حاجة في نفسك؟ وأجمل حاجة في روحك؟ إيه أجمل حاجة؟ أنت تسأل نفسك، هل أنا شكلي، كل واحد فينا عايز يبقى شكله جميل قوي 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 قوي، وكل واحد فينا عايز يقف امام المرآة كده فيبقى راضي عن ملامح وجهه، يبقى راضي عن ملامح وجهه، ينظر كده في المرآة يقول الحمد لله ان هذه اعين التي انظر بها في المرآة، انا اغض بصري بها عن الحرام ولكني اتامل بها الجمال الذي شرعه الله تبارك وتعالى. ايضا عيني هذه تنظر إلى كل طاعة لله تبارك وتعالى ولا تنظر إلى أي معصية لله تبارك وتعالى، فعيني تعيش وفق قوانين الجمال في الحياة. لأن خلي بالكم الحياة عبارة عن رموز وإشارات العينين بتترجمها، يعني أنا دلوقتي وأنا ماشي في الطريق فأجي ألاقي إشارة حمراء أقف، هو رمز عيني شافته فوقفت، فالرموز هي اللي اتعاملت مع بعضها، ما فيش كلام هنا، ما حدش، لا الإشارة قالت لي حاسب أقف ولا عيني قالت لا حاضر أسمع كلامك، ولكن إحنا بنترجم الإشارات. الحياة كلها مليئة بالإشارات، 90% من حياتنا اللي إحنا بنمشي فيها إشارات، ممنوع الدخول هي إشارة، إنما مش مكتوب، مش هي علامة معمولة كده ممنوع الدخول، أنا أنظر إليها فما تدخلش الشارع اللي هو ممنوع، هو إشارة وصلت إليها فارتبطت بالرمزية اللي موجودة في الإشارة. حياتنا كده كذلك، ساعات الواحد في البيت يبقى ابنه بيقول له يا بابا أنا عايز كذا 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 كذا، ويبقى الوالد عايز يديله بس مش عايز يديله قدام حد، يقوم الوالد يعمل له كده
خدت بال حضراتكم إشارة، يقوم التاني يترجم إن إيه؟ انتظر قليلا من غير ما الوالد يتكلم. فعايزين بقى إيه؟ نرجع، أنت جميل في إيه؟ ربنا يعزك ويعلي قدرك يا رب العالمين. أنت جميل، أنت ربنا خلقك في أحسن تقويم، خلق عينيك في أحسن تقويم، رموشك في أحسن تقويم، شعرك في أحسن تقويم، قوامك في أحسن تقويم. إيه اللي أنت جميل فيه؟ هل أنت نعمة ربنا تبارك وتعالى اللي حباك بيها دي، أنت حريص على نظافتها وشياكتها وحريص على كل هذه النعم، هل أنت جميل في الشكل؟ ولا أيضا يعني أنت اهتميت بقول الله تبارك وتعالى أن لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، خلقك في أحسن تقويم، في وفق قوانين الجمال. هل أنت بقى تستعمل يدك وفق قوانين الجمال؟ إذا استعملت يدك في الخير فهي وفق قوانين الجمال، إذا استعملت قدمك في الخير فهو هي أيضا قدمك تمشي في قوانين الجمال، إذا استعملت جسمك وصحتك في الخير يبقى أنت وفق قوانين الجمال. هل أنت تستعمل جسمك وذاتك وفق قوانين الجمال، ولا الجسم ده بقى بيديله خمره وبيديله سجاير وبيديله حبوب وبيديله فانتوم وصالبة وألماني ولا بيدي الجسم؟ هل هو مصاحب جسمه ده فبياخد جسمه ده إلى الطاعات، بياخد جسمه إلى السجود لله تبارك وتعالى، بياخد جسمه دايما إلى الوضوء، بياخد جسمه إلى ذكر الله، بياخد جسمه إلى السجود والركوع لله الواحد الأحد، بياخد جسمه ودخله المسجد، بياخد جسمه ودخله في كل طاعة لله تبارك وتعالى يصالح بها بين الناس؟ جسمك ده بتعمل بيه إيه؟ إيه اللي أنت عامله له؟ لأن مهم جدا جدا، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هل أنا حياتي في أحسن تقويم؟ هل أنا أتعامل مع جسمي في أحسن تقويم؟ لأن أنا اللي بمرض جسمي، وإذا مرضت الإنسان فينا هو الذي يمرض هذا الجسد. وخلي بالكوا برضو الجسد يخرج له رموز الأطباء تعرف، فالأطباء تعرف يعني صفرة العين، تعرف يعني إحمرار الوجه الزائد، تعرفوا الزراق الشفاء، زراق الشفتين، الأطباء يعرفوا لما بيحصل طفح جلدي يبقى ده بسبب مرض كذا. دي إشارات برضو، إشارات، حياة كلها رموز وإشارات، رموز وإشارات، والعلاج بيتم عبر الرموز والإشارات، بيتم بقى معاه أدوية وربنا تبارك وتعالى يتمم علينا بالخير. فإيدي في مرة كده طلع فيها بعض الحبوب وكانت جديدة عليا، فاتصلت على حبيب الدكتور جودة، قلت له أنا شايف طفح جلدي طالع في رجلي وطالع كذا، وأنا بحب الدكتور جودة جدا، يعني حد نقي جميل بالوصفات بتاعته لفة العالم ما شاء الله تبارك، حد جميل راقي، حد راقي ومخلص ومتجرد ومش بتاع بيزنس، ما بيعملش من وراء الدواء بيزنس الوصفات. فقال لي اشرب عصير قصب على الريق بشكل جيد، وقال لي هات كركم ومعلقة كركم وقلبها في كوباية، وفي نفس الوقت المهم وصف لي 3-4 وصفات كلها مشروبات وكلها موجودة في البيت، الهدف منها غسل الكبد وغسل الكليتين، وقال لي وعلى الريق واعمل ده 3 مرات. عملت 3 مرات فعلا، اول مرة بعد كده لقيت كله بيخف، فاكتشفت ان انا لو غسلت جوه هنضف من بره، فلو غسلت قلبي مش هنظر للحرام، لو غسلت قلبي مش هفكر في الحرام، لو غسلت قلبي مش هاكل الحرام، لو غسلت فايه. فخدت الوصفة بتاع الدكتور جودة وحولتها ان انا عمال اغسل في كل حاجة، خليتش حاجة جوه، لما عمال اغسل. فانت جميل في ايه؟ اجمل حاجه فيك ايه؟ فالاهتمام بقى بالجسم، ان احنا نهتم بهذا الجسد وان يصبح جسدا ربانيا لله تبارك وتعالى. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ربانيين اي تربينا على ادب الله تبارك وتعالى وعلى اوامر الله تبارك وتعالى، وتربينا على نهي الله تبارك وتعالى، وتربينا على كل حاجه جميله. يعني الله تكونوا ربانيين اي متبعين لاوامر ربكم تبارك وتعالى الذي يعلم الخير لكم، فحينما تتبعون لمثل هذه الاوامر تكونوا سعداء في الدنيا وسعداء في الاخره، سعداء مع ابنائكم، سعداء مع زوجاتكم، سعداء مع جيرانكم، سعداء مع اخواتكم، سعداء مع بلادكم، سعداء مع مجتمعاتكم، سعداء. تكونوا سعداء حينما تكونوا ربانيين أي مع ربكم تبارك وتعالى. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. بعد كده لما بنشوف بقى روعة القرآن الكريم وروعة الإحساس بالقرب بالله تبارك وتعالى،
بيحصل لك حالة من السلام. فأنت أجمل حاجة فيك إيه؟ أنت بقى قررت أن تكون العبد الطائع المخلص الوفي، وإن الجسد ده، هذا الجسد ستمشي به إلى كل خير، هذا الجسد سيكون مصدر لكل خير. بتهتم بتسريح شعرك، بتهتم بشكلك، بتهتم بملامحك، بتهتم بنظافتك، بتهتم بعرقك، بتحرص إن أنك لا يكون لك روائح عرق. وخلي بالكم، العلوم تقول إن أفكارك، إن عرقك من أفكارك. كلما كانت أفكارك يعني أفكار مستقيمة، كلما كانت أفكارك طهرة، كلما كانت أفكارك في الخير، كلما كانت أفكارك تدل على طريق الخير، من نفس الأفكار دي طاقات فيزيائية بتحول العرق بتاعك ده إلى عرق ريحته حلوة، عرق مقبول، لأنه جاي نتيجة أفكارك. إنما لما يبقى واحد خبيث، واحد أفاق، واحد كذاب، واحد غشاش، واحد نمام، واحد حاقد، حاسد، كاره لأي خير، تلاقي ريحة عرق، ريحة عرق صعبة صعبة. خدت بال حضراتكم نتيجة إيه؟ نتيجة أفكاره. ولذلك كلما طهرنا الباطن، كلما كانت روائحنا في الخارج جميلة، كانت روائح أفكارنا، روائح سلوكياتنا، روائح كل حاجة فينا، لأن احنا نظفنا الباطن بتاعنا. فبيجي الإنسان فينا ما شاء الله تبارك الله، بيبقى بقى إيه؟ مهتم بإيه؟ بيبقى مهتم بطاعة الله تبارك وتعالى، بالقرب بالله تبارك وتعالى. فأنت بتحسن إلى هذا الجسد، وبناء عليه بتحصل بقى، هل أنت جميل في أخلاقك؟ إيه الجميل اللي فيك؟ هل أخلاقك جميلة؟ أخلاقك جميلة في بيعك، في شرائك، أخلاقك جميلة في سلوكياتك مع الناس، أخلاقك جميلة في بسمتك الحلوة، في ألفاظك، وهدوء إلى الطيب من القول. هل أنت أخلاقك جميلة في أقوالك؟ هل أنت أخلاقك جميلة في أقوالك؟ هل أنت أخلاقك جميلة مع زوجتك؟ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وأنتم لباس لهن. هل انت فعلا، انتوا عارفين اللباس اي الستر، هن لباس لكم اي ستر لكم وانتم لباس لهن، اي ستر عليهن وستر لهن. انا لما اجي بقى، هل انا ستر ام فاضح؟ ما هي حياة الستر عكس حياة الفضيحة. فالرجل الذي يستر على بيته، الرجل الذي يستر على اولاده، الرجل الذي يستر على مجتمعه، هل انت يعني شخص يعني حريص على الستر، ولا انت بقى شخص فاضح حريص ان تنظر على بعض النواقص اللي موجوده في الناس، لانهم بشر. الضعف، وخلق الانسان ضعيفا، ضعيف في مشاعره، ضعيف في عواطفه، ضعيف في بعض الاوقات في تفكيره، ضعيف في بعض الاوقات في سلوكياته، ضعيف، وخلق الانسان ضعيفا. ولذلك بنتقوى بذكر الله تبارك وتعالى، بنتقوى بالإيمان بالله تبارك وتعالى، بنتقوى بالصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة، بنتقوى بقربنا بربنا تبارك وتعالى كي نحيا أقوياء. فالضعف فينا مخلوق، إنما نتقوى على هذا الضعف بقربنا بربنا. كلما اقتربنا من ربنا كلما قوينا على هذا الضعف، كلما اقتربنا من ربنا تبارك وتعالى كلما انتصرنا على هذا الضعف، كلما اقتربنا من ربنا تبارك وتعالى كلما أصبحنا أقوياء جدا جدا في كل سلوكياتنا. فأنت أخلاقك، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هل أنت فعلا أجمل حاجة فيك إنك دايما تستر على زوجتك، ولا أنت بقى بتروح تفضحها عند أهلها؟ ده ما بتعرفش، ده ما بتعملش، ده أحوال، ده هي غمتني، ده من يوم ما اتجوزتها. خلي بالك، أنت نفس الشخص اللي أنت أول ما اتجوزتها قلت لهم بجد، يعني إيه بجد، أشكركم جدا على عليها وعلى أدبها وعلى. أنت نفس الشخص اللي بدأت ما تسترش وبدأت تفضح. الله عز وجل يقول هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، أي ستر لهن. يبقى انا دلوقتي هي انا ست، انت اجمل حاجه فيك انك شخص تستر عليها، تستر عليها دائما كما هي تستر عليك. هن لباس لكم وانتم لباس لهن. حياه الستر هي عكس الفضيحه تماما. فالشخص الذي يحرص على الستر هو الشخص الذي لا يفضح، هو الشخص الذي لا ينشر اسرار بيته، هو الشخص الذي يخرج اسرار البيت، هو الشخص الذي لا ينشر اسرار البيت، هو الشخص الذي لا يفضح البيت، هو الشخص الذي لا يفضح البيت ويخرج أسرار الفضيحة من البيت. فالإنسان الذي يحرص على الستر هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ولذلك 90% من المشاكل اللي اتسطرت وأصبحت مسطورة، عدت أمورها، عدت الحياة واتنست، عكس اللي فضح نفسه ما زالت الفضيحة ترافقه
طيلة حياتي إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى. فأنت هل أنت أخلاقك هي أخلاق السترين الأشخاص يعني الشخصيات التي تحرص على الستر، أم أنت أخلاقك هي أخلاق الفضيحة والعياذ بالله؟ ولذلك ربنا تبارك وتعالى يقول هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. احرص أن تكون ساتر ستير يعني لكل أحوال حياتك، مع زوجتك، مع أخواتك، مع أصدقائك، مع جيرانك، مع كل من تحب. يبقى دلوقتي هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، نحرص بقى أن احنا نبقى أهل الستر، ما نبقاش مع الفضيحة، لأن الفضيحة مالية الشارع، إنما أهل الستر لا يعرف أحد عنهم شيء. الفضائح المملوءة دلوقتي على الإنترنت وعلى الفيسبوك، الفضائح اللي موجودة دلوقتي في على الإنستجرام، الفضائح اللي موجودة دلوقتي على التيك توك، الفضائح اللي موجودة، فضائح 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 فضائح، وخلي بالكم عمالين ينشروا فضائحهم وفلوس الفضائح دي اللي بيكسبها بتوع النت. ما انت بتكسبش حاجة، ده انت بتدفع لهم خدوا تمن نشر الفضيحة بتاعتنا. خدت بال حضراتكم؟ فهم بيسيبوك تقول الفضيحه بتاعتك او الفضيحه بتاع غيرك، وعمالين يتفرجوا عليك كده، وهم بقى هناك بيشربوا الشيشه ويقول لك شوف لهبل، او بيطلع الفضايح اللي عنده، يلا ايه اللي جاي لنا من وراه؟ اه ده بقاله دلوقتي 24 ساعه على النت، طب ده جاي من وراه كام؟ وعمالين يعملوا مليارات مليارات بسبب ان انت بتنشر الفضايح. فانت بتخدمهم ان انت تخليهم اغنياء، وفي نفس الوقت بتخدم الشيطان الرجيم انك تنشر الفضائح على الارض. فانت شغال عند كذا وشغال عند كذا. اجمل حاجة فيك ايه؟ الستر. انت الرجل الذي يستر، انت الرجل الذي لا يفضح، انت الرجل الذي يحرص على انه لا ينشر الفضيحة بين الناس، أنت الرجل الذي تحافظ على مشاعر وعواطف الآخرين، أنت الرجل الذي تعترف أن الآخرين قد يحدث لهم ضعف فتستر عليهم، لا تفضحهم، لا تنشر الفضيحة، انظروا إلى فلان الفلاني، لقد مش عارف إيه، لقد إيه، لقد إيه. أنا أعرف واحد حد اتكلم في حقه وقال كلمتين مش لطاف يعني، وحس أن الكلمتين دول اتقالوا بشكل لا يليق، وما نامش إلا ما راح كشف الغطاء من على وش، وقال له ولا تلفزيونات ولا بتاع، الحق هو الحق كده. اعرف واحد كده يعني. المهم، فمهم جدا جدا ان احنا نحرص على هذا، هن لباس لكم وانتم لباس لهن. وتحرص بقى، تحرص بقى على بلوره. هل انت جميل في بلوره الحب في بيتك؟ بلورة الحب ان انت الراجل الرقيق، كلما قلت كلمة جميلة ازداد حبك في قلب زوجتك، كلما قمت بفعل فعل جميل جدا كلما ازداد حبك في قلب زوجتك، كلما كنت رجل حريص على البهجة والفرحة، وان البيت مجرد ما تدخل البيت، البيت بيحرص بيبقى فيه بهجة وفرحة وحنان وامن وامان وكل الحاجات. هل انت الراجل ده؟ هل اجمل حاجة فيك انك لما بتدخل بيتك بتكون سبب في الفرحة ولا بتكون سبب في الكآبة؟ بتكون سبب في الفرحة ولا بتكون سبب في التعاسة؟ بتكون سبب في الفرحة ولا بتكون سبب في ان الكل بس بابا اسكت انت مين؟ مع الأولاد لما بيسألوهم أنت تعرف إيه عن بابا؟ أنا أعرف عن بابا. اللي بيضحك، لا أنا أعرف عن بابا، بابا اللي بيشخط، بابا اللي بيبرق، بابا اللي بيزعق، بابا ده كل اللي تعرفه عن بابا. طب ما فيش بابا الحنون اللي بيحضنك، بابا الجميل اللي بيطبطب عليك، بابا اللي بيجيب لك أجمل لبس، بابا اللي بيجيب لك الأكل، بابا اللي بيدفع ثمن المكان السكن اللي أنت ما تعرفش عن بابا ده خالص، ما تعرفش على الحاجات التانية. انت بقى كإنسان وصل لابنك معاني الحنان اللي النبي كان بيعملها صلى الله عليه وسلم، لما قال للصحابي يعني أنزعت الرحمة من قلوبكم، لما الصحابي يقول أتقبلون صبيانكم، شاف النبي يقبل سيدنا الحسن وسيدنا الحسين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين يا رب العالمين، يا رب اجمعنا بهم في الجنة يا رب العالمين. فالرجل استغرب، واحد بيقبل أولاده؟ آه في زماننا ده راجل ما فيش راجل، في عدد من الرجال يعني مش عايز ياخد ابنه في حضنه، مش عايز يطبطب عليه، مش عايز يقبله بتاع حبيب قلبي بابا ويمسكه ويعدي بيه ويعمل كذا. في ناس مش عايزة، روح امشي، روح عند ماما، اعمل كذا. لا، هو له فترة حنان لازم ياخدها منك. فأنت جميل في إيه؟ يبقى احنا اتفقنا جمال الشكل، بعد كده جمال الأخلاق، أخلاقك الجميلة، أخلاقك الكريمة. أنت الراجل المشهور في بيتك بأن أنت الرجل الحنون، أنت الرجل المحب، أنت الراجل، لأن فاتورة الحب في البيت يعني
يعني كلمة بحبك أنت حينما تقولها لزوجتك، كلمة بحبك لزوجتك تنير البيت دون أن تدفع فاتورة الكهرباء، ما لهاش فاتورة كهرباء، البيت نور من غير فاتورة كهرباء، ولا يعلو صوت في البيت أعلى من صوت الحب، أعلى صوت في البيت هو صوت الحب، لأن مع الحب التسامح، مع الحب العاطفة، مع الحب الحنان، مع الحب الرأفة، مع الحب التغاضي عن بعض الأخطاء، مع الحب إن إحنا عايشين يومين في الدنيا وماشيين فمش عايزين نعيشهم وإحنا ندي لبعض، أنت تكرهني وأنا أكرهك، ونعيش في شكل ونعيش في ضغط، ويبقى بيت جحيم هو يهرب منه وهي تروح عند أهلها، بيت جحيم. إنما لا، الحب بيصنع بقى إيه؟ بيصنع التسامح، هي تسامحه، هو يسامحها، هو يعفو عنها، هي تعفو عنه، هو يساعدها وهي تساعده، هي تديله هو يديلها، ويبقى بيت جميل. حتى لو كان في بعض الاضطرابات، الاضطرابات دي هتمشي في يوم من الايام، عمر ما كان في مطب ثابت، انما بيجي يتشال، بيجي يتشال، مطبات بتتشال، فمش عايزينها تبقى مطبات تصل الى عقولنا، فعقولنا يبقى فيها مطبات في التفكير، مطبات في قلوبنا فيها مطبات في العواطف، عقولنا فيها مطبات في التفكير، مشاعرنا فيها مطبات في الاحاسيس، مش عايزين المطبات، نبعد كل هذه المطبات عشان طريقنا يبقى سوي الى الله تبارك وتعالى، ومن يعتصم بالله فقد هدي الى طريق مستقيم، الى صراط مستقيم. خدت بال حضراتكم؟ فمهم جدا جدا ان انت كرجل اخلاقك، انت برينسيب اخلاقك، لان في رجل جنتل وفي رجل جيركن. الجيركن ده اللي مش راضي يعترف لاهل بيته باي خير ابدا، مش راضي يعترف لاهل بيته حتى ان هي بتطبخ كويس وتغسل هدوم اولادها، وان هي بتكرمه وبتكرمهم، وان هي بتقوم تذاكر لاولادها او بتعمل لهم السندوتشات او تطبخ لهم لما يرجعوا او تنظف البيت، مش راضي يعترف، مش راضي يقول لها جزاك الله خيرا وشكرا على العمل العظيم اللي انت بتعمليه ده. الجنتل بقى، احنا قلنا في راجل جيركن وراجل جنتل، الجنتل بقى تسلم ايديك يا حبيبه قلبي، يقول نفس الكلام التي كان يقوله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لاهل بيته. كان الرسول صلى الله عليه وسلم في حاجه أهل البيت، يعني كان بيكنس معهم، بينظف معهم، كان يعني يخيط نعله، شوف كده لما تجيب حذائك كده وتقعد تخيط، كان هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حنونا أمينا رقيقا عذب الحديث صلى الله عليه وسلم. وأنت تقول أنا خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه هل هذه أخلاقك؟ أنت أجمل حاجة فيك إيه؟ أجمل حاجة فيك إن أنت عذب الحديث، رقيق المشاعر، عطوف، حنون، مهذب الأخلاق، دائما تنظر لزوجتك حتى لو أنت زعلت منها، أنت ما يعني لا تنهارها، إنما هل من أخلاقك إن أنت لما بتزعل منها تقول لها أنا مش مصدق إن أنت تعملي كده، لأن أنت عندي حاجة كبيرة قوي، أنا مش مصدق إن أنت قلت كده، أصل أنت عندي حاجة كبيرة قوي، أنا مش مصدق إن أنت رحت في المكان ده، أصل أنت عندي حاجة كبيرة قوي، فأنا مش مصدق إن أنت تعملي كده لأنك عندي حاجة كبيرة قوي 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 قوي. عكس التاني الجيركن بقى اللي يروح يقول لها إيه، أنت كذا وأنت فيك إيه وأنت مش نافع، الله يخرب بيت اليوم اللي اتجوزتك فيه، واخدين بال حضراتكم؟ ما هو ده دايما بيطلع جزاه الله خيرا، يعني ربنا يهدي الجيركن ده، لان انا بتقابل مع شخصيات يعني بقعد اتكلم معاه بقول له لا انت لازم تعديل سلوك، تعديل سلوك انساني، لان المراه اللي معاك هي روح ومخلوقه من عند ربنا تبارك وتعالى. فالحقيقه أجمل حاجة فيك هي أخلاقك، أجمل حاجة فيك لسانك الجميل، أجمل حاجة فيك هو أسلوبك الرائع، أجمل حاجة فيك صبرك، أجمل حاجة فيك كتمانك، أجمل حاجة فيك تضحيتك، أجمل حاجة فيك أخلاقك السامية. أنت مشهور بين الناس أنك صاحب خلق رفيع، أنت مشهور بين الناس بأنك عذب الحديث، أنت مشهور بين الناس بأنك مفكر بشكل ناضج، أنت مشهور بين الناس أنك أمن وأمان في بيتك ومجتمعك وبلدك، أنت مشهور بين الناس بكل المعاني الجميلة التي تجعل منك إنسانا ناجحا في الحياة. تقوية هذه الحياة، المثلث ده اللي هو الجسد، النفس، الروح. الجسد اهتمينا به، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، واهتمينا بالأخلاق، الأخلاق، النفس، اهتمينا بهذه النفس، اهتمينا بهذه الأخلاق، اهتمينا بأخلاقنا في لساننا، أخلاقنا في أعيننا، أخلاقنا في أذننا، أخلاقنا في خطواتنا، أخلاقنا في طباعنا، أخلاقنا في أخلاقنا، وتبقى فارس من فرسان الأخلاق، فارس من فرسان الأخلاق، تبقى مشهور أنك رجل صاحب أخلاق كريمة، أخلاق رائعة، أخلاق سامية. فنيجي بقى كل ده بيقوى إيه؟ يقوى بالروح. كلما كانت روحك قوية، كلما كان شكلك جميل، كلما كانت روحك قوية بذكرك لله تبارك وتعالى يوميا، أنت لك ورد محافظ عليه، وهو بتصحى الصبح
بعد صلاة الفجر بتعمل أذكار الصباح والمساء التي كان يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك تقوم باستغفار ربنا 100 مرة، الصلاة على النبي، تقوم بالأذكار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 100 مرة، خدت بال حضراتكم؟ وبعد كده بعد ما بتخلص وتكسر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تقرأ بقى قرآنك، تجلس القرآن الكريم، في اللي بيقرأ جزء من القرآن، في اللي بيقرأ اثنين، في اللي بيقرأ ثلاثة، في حد نعرفه بيقرأ خمسة يوميا، ده شيء ثابت في حياته بقاله مثلا 20 سنة، يقرأ 5 أجزاء كل يوم، بيستمتع بكده، ولما بيقرأش بيحصل له اضطرابات وبحس ان هو مش مظبوط. فانت شوف اللي على قد اللي تقدر، ابدأ اقرأ جزء في اليوم، ابدأ بنصف جزء، ثم بعد ذلك خليه جزء، بعد ذلك يبقى اعمل اللي انت عايزه، طور نفسك وافهم الآيات، وقعد اسمع علماءنا، في عندنا إذاعات القرآن الكريم بتجيب علماء يعني مختصر التفسير اللي هي بتهديك. فانت إذا قويت فيك روحك، إذا قوي فيك روحك وفق قوانين الجمال، وفق قوانين الجمال أنت تصلي صلاة الخاشعين لا صلاة الغافلين، وفق قوانين الجمال أنت تذكر صلاة الذاكرين أنت تذكر ذكر المحبين لرب العالمين لا تذكر ذكر الغافلين عن رب العالمين، أنت تذكر، لأن الحياة ما عقلنا منها هو ذا اللي بيثبت عند ربنا. يعني واحد يقول ذكرا وهو غافل عن الله، وهو يقول يعني سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ذاك حسن الحمد لله، خدت بالكم؟ ما كانش مع ربنا أساسا، ده كان مع السيد اللي معدي وإبراهيم اللي خدت بالكم. ولذلك ده إيه اللي بيحصل، هو ذكر إنما لا من هنا ولا عقله كان يعني مع الله تبارك وتعالى بكل ما فيه. ولذلك ونحن نذكر إن الله يعني يقبل الدعاء من قلب، إن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل لاهن، يعني واحد غافل وفي لهو عمال يقول يا رب اصلح حالي يا صاحبي، هو مش حاسس هو بيقول ايه، لا انا اعقل ما اقوله. ودايما كده كلما ذكرت الله تبارك وتعالى وفق قوانين الجمال، يبقى لساني الذاكر وفق قوانين الجمال، قلبي لساني ايضا الشاكر وفق قوانين الجمال، قلبي المطمئن بذكر الله تبارك وتعالى وفق قوانين الجمال، عين التي تغض البصر عن الحرام وفق قوانين الجمال. يبقى أنا دلوقتي لما بهتم بطاعة الله تبارك وتعالى وأقوي روحي، لأن الروح خلقت من السماء وغذاء الجسم من الأرض، فغذاء الجسم هو اللي بيطلع من الأرض، إنما غذاء السماء غذاء الروح ذكر الله تبارك وتعالى، القرب بالله تبارك وتعالى، الأنس بالله تبارك وتعالى، قراءة القرآن الكريم، قيام الليل، الصلوات، الطاعات، القربات بالله تبارك وتعالى، الصدقات للفقراء والمساكين، مساعدة المساكين، كفالة الأيتام، كل حاجة بتقوي الروح، كل هذه النعم بتقوي الروح. فأنا لما أصبح قوي الروح، أي إنسان فينا لما بيصبح قوي الروح تجد جميل الشكل، وكأن الروح حينما قويت روحه قوي جمال وجهه، قوية ملامح عينه، قوية جمال ملامح العين، قوية جمال الشعر، قوية ملامح الوجه، قوية جمال الجسد، قوية كل شيء. حينما قويت الروح فقد قوت هذا الجمال، وهذا الجمال قوي معه جمال الأخلاق، فحينما قويت الروح قوي الجمال في الشكل وقويت جمال الأخلاق، وأيضا قويت الروح بكل ما فيها، فتجد أن هذه الروح هي روح صابرة، هي روح شاكرة، هي روح يعني دايما قريبة مع الله تبارك وتعالى. أنت بقى أنت جميل في إيه؟ يعني دايما كده ايه، انت تسال نفسك، انا جميل في، هل انا جميل في شكلي ولا جميل في روحي ولا جميل في اخلاقي؟ طب انا اقوى حاجه فيا روحي ولا شكلي ولا اخلاقي؟ الروح اذا قويت بيقوى معها اي شيء، اذا ضعفت الروح بيضعف الشكل وبتضعف الاخلاق والروح بتبقى ضعيفه، فالثلاثه ربنا اللي بيبقى عالم بهم بقى. يبقى احنا نعمل ايه؟ يبقى انت كراجل في البيت تهتم بروحك رقم واحد، روحك وقربك بربك تبارك وتعالى، وتبقى فارس الميدان، تبقى فارس هذا البيت، تبقى فارس الميدان وفارس البيت وفارس بتربي في اولادك، بتتعامل مع زوجتك، بتتعامل مع كل الحياه بانك رجل، سماك ربي تبارك وتعالى رجل، لا تلهيهم تجاره، الله 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 الله، ولا بيع عن ذكر الله، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فهل أنت الغافل أم أنت الشاكر؟ هل أنت الغافل أم أنت المستيقظ؟ هل أنت الغافل أم أنت الثابت على طاعة الله تبارك وتعالى وعلى القرب بالله تبارك وتعالى؟ روح يا شيخ ربنا يبارك في عمرك.
ويصلح حالك ونور طريقك وفرج كربك ويزيل عنك الهم والغم والكرب العظيم يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.